من جدة معي أخصائي أمراض باطنية والغدد الصم الدكتور عمرو شلبي. مساء الخير، أهلا بك معنا. إلى أي درجة مهم ما نتحدث عنه اليوم، خاصة بأنه دائما في خطر وقلق كبير عند مرضى السكري من أي جرح؟ مظبوط، وموضوع القدم السكرية هو موضوع هام جدا وخطر، أحيانا بيتسبب في خطر على حياة المريض نفسه أحيانا، نتيجة لأنه ممكن يوصل إلى لا قدر الله إلى جنجرينا في الرجل نفسها. صحيح، لقطع. أيوه تفضل. حضرتك، طبعا القدم السكرية موضوع مهم جدا لأنه ممكن يتسبب في جنجرين في القدم وقطع القدم نفسها، فده طبعا موضوع القدم السكرية هو موضوع خطر جدا، ولابد من ان احنا كل يوم بنحاول ان احنا ننجز علاج سريع بحيث ان يبقى في سرعه شفاء للقروح والتقرحات اللي ممكن تحصل في القدم نفسها. طيب، طبعا في الدراسه الاخرانيه اللي هي بيتكلموا على بروتين معين بيزيد في الدم، لقوه في بعض الفئران المعدله وراثيا، بحيث ان البروتين ده لو احنا قدرنا ان احنا نمنع تواجده فده بيساعد على ان القدم السكريه او القدم في مريض السكر في حاله الالتهاب او الاصابه انها تتعالج بصوره اسرع. طبعا في حاجات كتيره قوي بتدور في نفس الحلقه، يعني لغايه دلوقتي احنا عندنا مثلا في عندنا علاجات باكسجين، عندنا علاجات في كذا مكان في العالم بيحاولوا يوجدوا حل المشكله، لانها طبعا تعتبر حاجه خطيره، ولا زالت النهارده بنتكلم انها في طور التجربه، ان شاء الله يكون في امل فيها باذن الله. طيب، عن أي بروتينات نتحدث هنا، وبالتالي يعني المواد واللايف ستايل والغذائيات التي تؤدي إليها دكتور عمرو، البروتين اللي لا نحتاج إليه والذي يؤدي إلى التئام الجروح بطريقة سريعة كما نتحدث هنا عن بهذا الأمل الجديد؟ هو الحقيقة هو ده بروتين بيكون في الأمينو أسيدز اللي موجودة داخل الخلية نفسها، فده مش موضوع بروتين احنا محدد احنا بناكله، يعني مش مثلا هنقول بروتينات حيوانية او بروتينات نباتية او نوع معين من الاكل، لكن احنا في الاصل كله بنتكلم على ان لابد من انتظام معدل نسبة السكر، لابد من الحفاظ على قدم مريض السكر تحديدا لانها الاكثر اصابة باي الله يعزك حذاء ضيق، او لما يكون في عنده التهاب في الاعصاب الطرفية او ضيق في الشرايين اللي واصلة للقدم، لابد ان الكلام ده كله يتعالج بصوره طيبه، لابد ان يحافظ على قدمه، دي لها ارشادات كبيره قوي لازم يراجع طبيبه في موضوع كيفيه الحفاظ على القدم من الاصابات. لكن اذا كنا عايزين نتكلم على بروتين معين، دي بروتينات بتبقى داخل الخلايا احيانا تزيد بس في القدم المصاب. ما في خيار لدى المريض بالتحكم فيها ولو بنسبه قليله. يتحكم في نسبه السكر اولا، لكن ما فيش خيار في نوعيه الاكل معين. لا. نعم. الأمل كبير هنا دكتور عمرو. طبعا ده في محاولات كتيره، في محاولات دلوقتي من في كوبا وفي روسيا وفي امريكا، حاجات غير كمان الدراسه الاخرانيه دي بتتكلم على في ادويه بدات فعلا الانتاج في 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 معادله ثانيه اللي هي فكره انه يحط بروتين بيضيف للبروتينات اللي هي بتاعت المناعه، وهنا موضوع مختلف، بيتكلموا على حاجات ثانيه كتير في علاج القدم السكريه خصوصا القروح، خوفا من انها توصل الى مرحله الجنجرين او قطع الياء القدم كلها. شكرا من جد، اخصائي امراض باطنيه والغدد الصماء دكتور عمرو شلبي.